من أثر الأثرياء في هذا الوطن في المرتبة 56 في دفع الضرائب. الضرائب راه يدفعها الموظف لأن الله غالب، يدوها له من المرتب نتاعو. الآخرين كل هذاك علاش قلت يكون فيه قانون ونجرم عدم دفع الضرائب، مثل ما هي موجودة في الولايات المتحدة، مثل ما هي موجودة في دول أخرى. اللي ما يدفعش ضرائب تعد جريمة اقتصادية.